وقع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على وثيقة حماية نهر النيل ليكون أول مواطن وأول مسؤول تنفيذي يوقع على الوثيقة ويتعهد بالحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث والإبلاغ عن أي تعديات. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل، وبالتزامن مع الحملة قرر وزير الري الدكتور حسام غازي وقف إصدار تراخيص جديدة على نهر النيل حتى يتم إعادة التقييم ومراجعة دقيقة وشاملة للتراخيص الموجودة. تعديات جاوزت المدى على نهر النيل، فثلاثون ألف حالة تعدي تم رصدها خلال ثلاث سنوات، هجمة شرسة دعت الدولة ممثلة في رئيس الوزراء إلى إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل. بناشد الضمير، ضمير المواطن اللي هو تعدى. انت قدامك فرصة، فرصة كبيرة، زيل التعدي بنفسك وهنكرمك ونشكرك، لانك لو ما زلتوش احنا هنزيله، واحنا فعلا قادرين بامر الله ان احنا نزيله، وهنزيله، بس هنزيله وهيبقى فيه مساءله قانونيه. ما حدث في الثلاث سنوات السابقه لم يحدث في 30 سنه من تعديات. 25% من التعديات حدثت في الثلاث سنوات السابقه، فنحن الان في مجال ازاله ما تم تلويثه من النهر ومن التعديات. دولة رئيس الوزراء يقوم بالتوقيع أو التوقيع على الوثيقة حماية نهر النيل. نستعيد مرة أخرى القسم القديم أن لن ألوث ماء النهر، القسم الفرعوني يستعاد بالوجه الجديد في القرن 21. توقيع من رئيس الوزراء على ميثاق حماية النيل الذي يحمل دعوة للوقوف ضد التعديات والمخالفات وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمكافحة التجاوزات على نهر النيل. الدولة لازم تتحرك، المجتمع كله لازم يتحرك، وأنا متفائل جدا إن شاء الله باتخاذ خطوات جدية بإصرار الحكومة، بإصرار كل المؤسسات ومنظمات العمل المدني والمواطنين، ان احنا ان شاء الله سننجح في القضاء على هذا الخطر السرطاني. بدءا من 1 يناير سنة 2015 ممنوع بالكامل، يعني اي انسان هيبني على ارض ملك الدولة في اي مكان او هيخالف سيزال بشدة، ونحن بصدد تغليظ العقوبة على الناس اللي هي بتتعدى على الاراضي الزراعية لتصل إلى الحبس والغرامة. احنا نزلنا بكمية الصرف المباشر على نهر النيل حوالي 50%، 50% هي الست الصناعات المصانع اللي موجودة، هي تعاني من مشاكل مالية، بنحاول ان احنا نساعدها، بس الالتزام ضروري وواجب. ومن توفيق أوضاع المصانع المخالفة يتبقى في المشهد تكاتف المجتمع من مؤسسات وهيئات، فالأزمة ما زالت تتفاقم من انتهاكات داخلية وخارجية تهدد مورد حياة المصريين. استراتيجية قومية تطلقها الدولة اليوم للحفاظ على نهر النيل بعد تعديات ومخالفات أصبحت صارخة لا يمكن السكوت عليها، فالأمل يتجدد بأن تعود مصر مرة أخرى هبة النيل بتضافر الدولة ومؤسساتها والمواطن البسيط. حمد العربي، التلفزيون المصري.